كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. عندي ثلاثة ديال النقاط بغيت نتكلم فيهم السيد الرئيس. الأولى تتعلق بالأمانديس ولا طالما لدينا حسن غار ذلك. أنا أترجح إخواني لاحظتي جوج المداخلات في صلب نقط النيطة، وهذه النقطة الأمانديس في كل دورة تطرحها وما عندها علاقة بنقط النيطة، هذا موضوع مستقل. بغيتي مرة أخرى عملتي سؤال عاود من السؤال، والدورة السابقة عملنا أمانديس وجينا أمانديس عملت العرض ديالها في نص ساعة ودخلوا الأعضاء على نص ساعة لما فيهم أنت دخلت. وإذا نلقاو كل دورة أمانديس، صيفط لي سؤال الدورة ديال فيفري ولا الدورة الاستثنائية اللي غنعملو في جونفي فيها البلون داميناجمون نضرجو عاد نعاودو أمانديس، ما عندي مشكل كيعملو مسطرة عملو القانون. أنت كل مرة إذا هذه خرجة أوت. شكرا سيد الرئيس، عندي التماس بخصوص هذا الموضوع. شكرا سيد الرئيس، عندي الملتمس بخصوص هذا الموضوع هذا، واش ممكن انكم تشكروا سيد الرئيس اللجنه تحت اشراف ديالك وتخرج تواصل مع الساكنه بهذا الخصوص هذا؟ لان ما يمكنش الناس كيخلصوا الفواتير ديالهم 600 درهم، فاذا بك تصبح 120 فرنك حسن. النقطه دوزها حسن صحيح، وإلا قلت لك وقفها وغترجع عاود تجيب لك فواتير وأمانديس وما عملنا والو، هي كتقول لي ديرك وصل. النقطة الثانية حتى هي تقول لي دوزها سي وإذا ما عندنا حتى شي معنى أننا مستشارين نجيو نطرحوا القضايا ديال المواطنين. لا اسمح لي لو كنا وصلنا للحدث ما نجيش انا السؤال كل مره كنطرح لان المواطنين اللي كيعانوا من هذا المشكل هذا كيجوا حسن هذا الشيء ديال المواطنين. انا قلت المواطنين عندهم 100,000 حاجه في طنجه، إذا جينا في كل دورة وكل مستشار 85 وكل واحد يجي ب 10 في القضايا اللي كيطرحوا المواطنين في طنجه، خصنا نبقاو عبايه وما ندخلوش جدول العالم. هذا النظام، هذا دورنا السيد الرئيس. ما عندناش 10 ديال المواطنين اللي كيطرحوا حسن، حنا شرحنا لك السيد الرئيس على النقاط. النظام الداخلي عندها جوج نقاط، هذا هو المكان. وفي موضوع النظام في نظام النقاعات شكون اللي عامل واحد حسن، وهذا الشيء كنعاودوا معك في كل مرة حشومه. ماشي كنت توصلنا السيد الرئيس الحال ما نجيش نطرح هذا السؤال كل مره نطرح. غادي نتجاوز هذه النقطه هذه السيد الرئيس وانتقل للنقطه الثانيه في النيضه تصنيضه. النقطه الثانيه كتعلق حتى هي بالنقل العمري السيد الرئيس، كيف تم اسمكم باش ونجول سيكتو السيد الرئيس ما نهضروش. حسن راه هذه الكلمات راه كدعت في المغرب كامل، راه الناس ضحكت عليك حسن وانا الله يرضي عليك حسن. مش انا جبت لك هذه النقطه، النقط النظام في النظام. اما تجي تقول انا كمستشار قضايا المواطنين ماشي الدوره، خليك معايا اسمع واسمع المواطنين كيعرفوا شكون اللي كيدافع عليهم. اسمع حسن، المواطنين ماشي ديالك الله يكرمك، المواطنين طنجه كامله. وانا واحد منهم السيد الرئيس، وانت بحالك زعما المواطنين ماشي كيعرفوا ماشي وحده. واش انا عملت لك ماشي وحده؟ المواطنين اللي كانوا كيجيو يغوتوا فهموا الدور ديالهم ورجعوا للدور، ودابا تولي انت تغوت في بلاصتو معاك. ما عندكش الحق حسن، هذه دوره عندها نقاط محدده في اطار النظام بحال اللي طرحوا انت خويا. حسن راه هادو هاد الجوج اللي تكلموا قبلهم راه ماشي ساهلين. هذاك رئيس مقاطعه 12 عام والاخر نائب عنده وعارف الموقف النظام هو في المعارضه وطرحها في جوج دقائق وفي عمق النظام. وانت غتخرج خارج النظام وكتقول لي بغيتي وانا كنمثل المواطنين. انا واش كيمثلوا هاد الولاد؟ كلشي كيمثل المواطن. وانا هنا اش كنمثل؟ انا كنمثل الاداره، انا المواطن. المواطن هو صوتو عليا حالي بحالي. وبالتالي راه قضايا المواطنين صحيح ولكن كتعالجي بهاد الطريقه. كاين السؤال، كاين العريضه، كاين الانشاد، عده اليات فين كتفاعلوا مع قضايا المواطنين ماشي الدوره. وكل دوره خصك تطرح امانديز وتطرح الناس وتطرح التربيه وتطرح شي تبني وعيش القرع. ما خليتش شي كلمة تسالي يا سيد الرئيس، حتى كلمة تسالي. كتبت لك يا سيد الرئيس في إحدى الدورات ما حسن نعاودوا على ماشي مشكل. الدورة المقبلة كتب لي وقول لي أنا كمستشار كنطلب منك ونجيب الشركة بنزين لك العرض ونقشو. سبق لي عملت نقطة في جدول أعمال عملتي على شكل عرض، بمعنى أنا ما عندي حتى شي معنى في هذه المهمة. واش هذا المواطن؟ شكرا سيد الرئيس، كنتبعوا
الاعمال اللي كتقوم بها الجماعه والخطوط اللي كتحل في جميع المقاطعات او في جميع المناطق، ولكن في هذه المنطقه اللي ما تحلش. حسن ما غنقلاش معاك دابا الله يهديك. هذا النقل الى سيد الرئيس، هذا المجلس ما عنديش مشكل. والله حشومة تكون انت من الاغلبيه، انت مع الرئيس الاغلبيه. وحشومة هو انا في الاغلبيه. حسن ترمبيه مشكل في طنجه عند الجميع، جميع الخطوط. انا هدي ترمبي هذا تدبير المفوض، هذا تدبير. الى خرقت لك اي شرط كل فين خرق هذه المؤسسه نحسبوها. اما انا تعمل لي الخط في الفلان انا حقيش خلي نجي نهضر باش نقول لك ما تقوليش ما عنديش جدول العمل. دخل هذا جدول العمل وقول لي اهضروا هذا في اللجنه وجيب لك الصوت في السلعه وتبقى معاك عشيه كامله في الجماعه. دارناش ناس كيتلاعبوا ما تشوف فيها هذا الشيء. هذيك انا كنقول لك راه تفهمني هذه والله زيد. رانا الثالثة وفاهم يا سيد الرئيس. وانا كنفهمك ما راكش شكرا. انا الثالثة اليوم مع المولي ما كنفهمش، اليوم مع ما بغيتش نفهم. شتي خاصك تعاير معايا دابا. علاش غنتعاير معاك يا سيد الرئيس؟ اليوم مع المولي غنتعاير معاك. وانت ما فهمتي شو ما بغيتي تفهم وبغيتي تعاير معاك. اجي بالله عليك. اه يا خويا اه حسن انا ما بغيش القصة هذا الشيء اللي عملتي انت شخصيا نهار الخميس ولا الجمعه في المقاطعه المدينه راه اساء الى المجلس واساء الى هذا الفريق ديال الاغلبيه اللي كيسير في المدينه. وانت على المؤخر بينك وبين نائب العمده ومع ذلك لن اتفرق على هذا الامر. هذا الشان ديالك في المقاطعه ودابا غتعاود لي نفس العمليه عاديا وحشيش تبقى تفوت ترفض 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 تدافع عشوائي. وقال لك الرئيس ما عرفش الشخصية. انا هذا الكلام اللي كتقول ما عنده علاقه بالقنيطه صافي دوز النقطه الاولى تناش انت حتى هي القنيطه. لو جاوبتي معايا السيد الرئيس انت وديك النائب اللي قلتي انا بغيتي نهضر عليه ما كنتش نجي نوقف عليه ولا نحمل النقطه الثانيه. جوج حاجات انا كنوقفك من الكلمه ماشي بلاصتك. اذا ما بغيتيش نخرج طردني يا سيد الرئيس. لا طردني صافي الكلمه ما عندكش. الكلمه ما عندكش. طردني صافي تجلس ما تمشيش تجلس نخرجك بصحتك. هو طبق معك القانون. لا تطبق معايا القانون سيدي. ومشي تجلس هو هذا القانون ليس لك الحق في الكلمه. اذا منحتك عليها وقلت لك اسكت وسير تجلس اسكت تجلس. يلا سلام عليكم. شكرا. طردني وهني راسك بغيت تهني واش ترتاح. إذا كتبقى داير المطير سيدي رايح ما كتبقاش. مشي تجلس انا قلت لك سلام عليكم الكلمه. لا طردني وتهنى وترتاح. ومشي تجلس انا ما بغيتيش نهضر. لا وطردني باش ترتاح اصاحبي. مشي تابعي. وشي تقول لي مشي تجلس. والله ما غاديش يمشي انا كان عندي فرصه باش نمشي مع الولي تبقيت كنحشم اليوم مع الولي تبقيت كنحشم. شكرا. الطريقة طبعا كيبقى هو الرئيس من الحق ديالو لان الدستور والقانون كيعطي له طبعا ما غادي ندخلش انا في من بعد يكون نقاش ان شاء الله اخر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.